مضى نحو أسبوعين على انطلاق معركة الموصل، وخلال الأسبوعين الماضيين من بدء المعارك كان التقدم سريعا نسبيا في البداية، حيث نجح كل من الجيش والشرطة العراقية والمسلحين الأكراد والميليشيا الشيعية والسنية في استعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بشكل تدريجي. ولكن خلال الأسبوع الماضي بات التقدم نحو تحرير المدينة يتباطأ نوعا ما، وذلك يؤكد ما توقعه محللون سابقا بأن استعادة الموصل ليست بالأمر السهل. تقدمت القوات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى بلدة الشورى لتعزيز السيطرة على البلدة وتجنب هجوم مضاد قد يشنه التنظيم المتطرف. قررنا منطقة الشورى البارحة الهجوم الساعة 8 الصبح، لحد الأربعاء العصر انتهت المعركة، قتلنا أكثر من 35 إرهابي وحرقنا من عندهم، وباقي الجثث موجوده حاليا بهاي منطقه الشورى اللي هي موجوده. الثاني بعد مقاومه ما عندهم انهزموا، اندقتهم مدفعيه مالتنا قوات شرطه عاديه. اما في بلده بعشيقه شمال شرق الموصل فقد بدا المسلحون الاكراد استعداداتهم لاقتحام البلده واستعادتها باقل الخسائر الممكنه، وقال المسلحون الاكراد انهم قد قطعوا المنطقه من الموصل الى بعشيقه بشكل عرضي، وهم ينظرون الى اليوم الذي يتمكنون فيه من القضاء على مسلحي التنظيم المتطرف في البلده واستعادتها قريبا. والله هربت يا اخي العزيز، من يعني ماكو واحد لولا ما الخوف ما حد يبقى وياهم دقيقه واحده، ثانيه ما حد يبقى. والله انهزمت، قلت خلي يذبحوني، خل اموت بالطريق، شو يصير خلي يصير بس اخلص كافي. زعت، ممنوع تتنفس، ممنوع تجمعات، ممنوع ممنوع ممنوع. هذا وقد تم استعادة السيطرة على بلدة قرقوش مؤخرا، وهي أكبر البلدات المسيحية في البلاد، والتي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي الموصل بعد أن كانت خاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف، ويستعد سكانها حاليا للعودة إليها. تفاجأنا من سمعنا بأنه قرقوش تحررت، ونجينا حتى نتأكد بأنه قرقوش فعلا تحررت. صار لنا تقريبا سنتين وأربعة أشهر أو أكثر من البعد يعني التهجير القسري، وبعيدين عن منطقتنا. تعرف الإنسان يحن دائما على منطقته وعلى بلده، فإحنا جينا بالرغم ما راح نشوف إيش يمكن من مآسي، من دمار، من إبادة. وتواصل ميليشيات الشيعية تقدمها نحو مدينة تل عفر التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا غرب الموصل لاستعادة هذه المدينة وحصار المنطقة الغربية من مدينة الموصل. وأعلن متحدث باسم الميليشيات أمس الأحد أن التقارير الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن عددا كبيرا من المتشددين المتطرفين بدأوا يتقدمون من الرقة السورية نحو الموصل، وتستعد الميليشيات حاليا لقطع الطرق بين الموصل والرقة وغيرها من المناطق الأخرى التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف.